خرج تلاميذ ثانوية عبد المومن شرق العاصمة بالضبط في رويبة يعبرون عن استيائهم من قرار لجنة التحقيق التي قررت إعادة اجتياز بعض مواد اختبارات الفصل الثاني بسبب تسريب المواضيع. بيناتنا تسويجيات إلى خرجوا، كيف حيخرجوا؟ بين بلي يخرجوا من عندهم من الداخل، ما كاش كيف التلميذ يخرج تسويجي، نسرقوه ما كاش كيف، تسويجي وإلا خرج يخرج من عند الإدارة وعند الأساتذة، وإلا خرجوا هما اللي يتعاقبوا، حنا علاه زعما نعاودوا؟ قال حقوي 500,000، قال أعطيني 500,000 نعطيك تسويجي، بدا يخرج يمشي الحق، باش نقول لك ما خرجش، خرج تسويجي، هاكي شايف التسويجيات خرجوا. بصح حنايا ما لحقوناش حوسوا على المعادله تاوعنا باش نعرفوا روحتينا اسكو نرجليو روحتينا الفصل الثالث ولا لا، باش يعرف التلميذ اسكو حيعاود اسكو لا لا، اسكو يزير روحه ولا لا لا. قعدنا ونستناو الاساتذه يقول لا التحقيق مستمر التحقيق مستمر. تم انا ياك شغل سيونتيفيك ما نقدروش نعاودو، عندنا سيونس ومات وفيزيك، هادو ثلاثه لازم تكسري راسك بهم كثر وكثر، تما ما متخبشي ما بايش طلعي تحطي ما حش تجيبي لا موايم. ما قالوناش هو نورمالمون السمانه الجايه الفروض دوك يعاودوا الاختبارات ولا يعاودوا الفروض، ولادنا راهم في رمضان راهي كارثه. تسريب مواضيع امتحانات الفصل الثاني جعل الاداره بالتنسيق مع مديريه التربيه تبرمج دوره ثانيه الاسبوع المقبل حرصا على ضمان نتائج شفافه. كانت فيه لجنه وزاريه على المستوى هذا وقامت بالتحقيق وتاكدوا ان بعض المواد كان فيه تسريب، وبالتالي القرار الاول الذي تم اتخاذه هو اعاده الاختبارات لهذه المواد التي تم فيها التسريب. سمعت باللي كان فيه تلاميذ رافضين باش يعاودوا الاختبارات، وهذا امر غير منطقي لان الاختبار اذا كان فيه تسريب التلميذ مجبر انه يعيد الاختبار. فقلنا ان فيه حوار، طلبنا من المدير انهم يحاورهم ويشوفوا المده يعني الزمن اللي ساعد التلاميذ، ما فيش اشكال حتى نقعدوا مولعين نعاودوا الاختبار، ما فيش اشكال. حنا اللي همنا ان الاختبار يعاد الان الوقت ولا الزمن اللي انت فيه ما شرطناش باش يتعاودوا حاليا. فيه تاكيد للتسريب لكن الجهه ما وصلتش للنتيجه، لان صعب جدا باش توصلوا بالموضوع يعني من خرج وكذا، هذا امر يطلب ما توصلوش، هذا هو النتيجه انه ما توصلوش. لا تغرق عقوبه هذاك الشيء، لذلك احنا عندنا اجراءات اتخذناها حتما فيما يخص معالجه هذا المشكل. ما حدث في هذه الثانوية يحدث في عديد المؤسسات التربوية التي غاب فيها ضمير بعض مؤطريها، إما بسبب بعض الدنانير التي لا تسمن ولا تغني من جوع أو لمجرد إحداث البلبلة والتشويش على الاستقرار.